بسم الله الرحمن الرحيم. في سؤال جه، ازاي اقلل حجم الملف او اخلي الملف خفيف معايا في الشغل؟ بداية لازم اكون مخطط للموضوع من الاول خالص، بمعنى ابقى عارف مثلا ان المشروع دوت ينفع يتقسم لكام ملف، تمام؟ فممكن مثلا يكون معايا مجموعة ابراج وفي بوديوم او في بيزمنت مشترك، فاروح بخلي البيزمنت والبوديوم دول لوحديهم وكل برج في الملف لوحده. اي مبنى مستقل لازم يكون في ملف ريفت لوحده، تمام؟ طيب الحاجة اللي بعد كده ايه؟ لو انا عندي مثلا حاجه تقيله شويه، وليكن مثلا الكسوه الخارجيه للمبنى فيها شكل معين واخده كيرفات وحاجات زي كده، دي تبقى في ملف لوحده وانا شغال، لو احتجتها اعمل لها ريلود، لو ما احتجتهاش بقول له ايه انلود، تمام؟ او ممكن اشيلها خالص من الشغل بتاعي، وهي كده كده في ملف خارجي فبتبقى خفيفه معايا، تمام؟ الحاجه اللي بعد كده ممكن نعمل ايه، ابدا اشوف ايه الحاجات اللي انا محتاجها. يعني مثلا عندك الفاميلي مثلا زي السبرينكلر، رشاش المايه بتاع الفاير، في ناس بتقعد تعمل كل التفاصيل بينما هو كده صغير اصلا، لما بيتبع كنقطه، مهما طبعته بيتبع كنقطه. فانا ممكن اعمل ايه، هو انا هرسمه فعلا كنقطه، تمام؟ ولو انا احتجت تفصيله معينه ممكن اروح مخلي التفصيله دي على جنب 2 دي، ما تقلش الجهاز لانها بتتعمل مره واحده، تمام؟ لو انا عندي مثلا التسليح هياخد شغل كتير ممكن اعمله في ملف خارجي. ممكن مثلا يكون عندي السبورتات فواخد شغل كتير وانا عندي المبنى كبير، فممكن السبورتات دي ممكن لو مش ضروري في شغلي ما احطهاش، لو هي ضروره لانها تسلم مثلا ال او دي مثلا 400 ومطلوبه في التسليمه ديت، ممكن احطها في ملف خارجي، يعني اقدر اشوف لها تصريفه بحيث انها ما تقلش المبنى. ممكن الناس بتعملها 2 دي، وطبعا لو 3 دي افضل على اساس الكوردينيشن، تمام؟ في تفصيلات مثلا معينه في الفاميلي ممكن انت مش هتحتاجها في المره دي، فروح ايه خفيها، تمام؟ فالقصد ان انت بتفكر في الاول ايه اللي انا محتاجه وايه اللي انا مش محتاجه. هل انا محتاج ان انا اقسم؟ يعني ممكن تقسم مثلا الكهروميكانيكال بدل ما تقسمه بالمباني، ممكن تروح مقسم بدل ما تقسم المبنى على 3 4 مراحل، لا تقسمه مثلا تخلي الفنتريشن لوحده والاي سي لوحده، تخلي الوتر لوحده والدرين لوحده والاريجيشن لوحده والفاير لوحده، الكهرباء ممكن تقسمها كذلك، يعني بحيث ان انت تخفف الملف. يعني الفكره كلها ان في تخطيط من قبل ما ابدا شغل. لو انا اي ملفات كاد استخدمتها ومش عايزها لازم اشيلها، تمام؟ لان هي بتبوظ حاجات. موضوع جروب برضه ده من الحاجات اللي بتقل الملف، كل شويه اعمل من كومنت مانج هتلاقي عندك حاجه اسمها بيرش، دي تستخدمها بذكاء. بمعنى ايه؟ لو قلت له بيرش اي فاميلي فيها كذا طيب، اي طيب ما استخدمتوش بلغيه، تمام؟ لا انا مش عايز كده، انا عايز ابدا اختار الحاجه اللي ينفع تتعمل بيرش. فاول حاجه بعملها اول ما بقول له بيرش اقول له ايه سيلكت دان، سيبني انا اختار وابدا اشوف مثلا هل في فونتات مش محتاجها، هل في دايمنشن مش محتاجه، هل في حاجه مش محتاجها، هل في لوحه اوتوكاد موجوده وانا مش عايزها دلوقتي، لان لوحه الاوتوكاد بتتقل وبتخلي الريفت بطيء معايا، تمام؟ فاول حاجه اقول له تشيك نان وابدا اشوف مثلا ايه اللي انا محتاجه هنا، مثلا الماتيريال، هل في ماتيريال اللي مش محتاجها اشيلها، هل في تكست مثلا مش محتاجه اشيله، وهكذا. ده بيخلي الملف خفيف معايا. او حاجه تانية ان انا هاجي هنا من ار في تي واشوف انا في لسه فاميلي مدخلها دلوقتي واكتشفت انها غلط فاشيلها، اقول له ايه الباب ده مثلا انا مش عايزه، اقول له ايه ريموف، تمام؟ لو قلت له ديليت، لو هي مستخدمه هيجيب لي رساله يقول لي خلي بالك هي مستخدمه 107 مره، لو لغيتها هيتلغوا كلهم، تمام؟ طيب فهي تعرف ايه، بيديك تحذير كده ان الحاجه دي موجوده قبل كده خلي بالك، تمام؟ دي من ضمن الحاجات اللي بتخلي الشغل خفيف معانا.